بين رياضة كرة القدم وبين الفنون القتالية والمصارعة اليابانية. ولكنني أيها الإخوة لن أطيل على إخوتي، فإن لكل مقام مقال، ولكنه ينبغي علينا أن نضع في أذهاننا أن الرياضة في الإسلام تختلف عن الرياضة في غيره. الإسلام عدو للرياضة عندما تنحرف عن منهج الله، عندما تكشف العورات، وعندما تشغل عن طاعة الله وعن الصلاة في وقتها، وعندما تتحول الرياضة إلى خصام وشجار وعراك وشجاجات وبالهراوة وبالعصي. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنتم تشاهدون وترون أن تجمعا كهذا رياضي ليس هنالك شرطي واحد. هذا دليل على أن الإسلام عندما يتغلغل في قلب الإنسان، الإنسان يصبح ينظم نفسه بنفسه، لا يحتاج إلى شرطة، ولا يحتاج إلى مياه، ولا يحتاج إلى عصي، وإنما الإسلام يحتاج فقط إلى التزام نفسي بذلك. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما في المحراب، أي كان يصلي بالناس إماما، وكان يقود الجيوش، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا زوجا وأبا، وكان عليه الصلاة والسلام قاضيا، وكان سياسيا محنكا عليه الصلاة والسلام. هكذا ترجمت كلمة شيخ علي بالحاج مقولة لكل مقام مقال. ونترك الآن الكلمة للأخوين الأخضر بريش وعبد القادر شنيوني لمتابعة هذا اللقاء. ويقدم لهم بعض الزوار يزيد، فليتفضل. عيد مناسبة آخر أو الأيام الأخيرة من الشهر المبارك شهر رمضان، وهذه المقابلة الودية التي نظمتها الجبهة مجمع ما بين فريق الوطني سنة 82 بنجومه، فريق الوسط المكون من عدة لاعبين من الوسط. التشكيلة بالنسبة للفريق الوطني 82: بن طلعة، قندوز، كويسي، سرار، مرزقان، بن شيخ، بويش، مباركي، أيت الحسين، عصام، يحيى. في قائمة الاحتياط نوجد عبدالفي وعزب. فريق الوسط المنتخب الوسط: سماطية، رحماني، زرايا، علي بودار، مخلوف، زقور، عليلي، حاج عدلان وحمادة. في الاحتياط نجد كل من هيديبال، قابول، بخاري وقدري. أخي الأخضر بالريش، مواصلة التعليق، وعلى ما أظن في شيخنا علي بالحاج يقدم بعض الهدايا للمسلمين في هذه المقابلة، وأعطيه الكلمة لمواصلة التعليق. تفضل أخ بريش. شكرا شنيوني. طبعا ما شد انتباهنا في هذه المقابلة الجمهور الغفير الذي توافد على الملعب، حتى أن الملعب لم يعد يسع اليوم كل هذه الجماهير، رغم أن المقابلة تجري في ساعة متأخرة من الليل. الساعة الآن تشير إلى منتصف الليل، إلا 25 دقيقة، إلا أن الجمهور تغص بين المدرجات والميدان. وكما نشاهد الآن الإخوة يصافحون اللاعبين، خاصة لاعبو المنتخب الوطني لسنة 82، في مقدمتهم طبعا مرزقان، بن شيخ، كويس.
ندوز. قلت ما شد انتباهنا هذا الجمهور الغفير الفياض الذي حتى الكاميرات المتناثرة على هامش الملعب كاميرات وإخوة صامدين عازمين على، والأخ بالحاج طبعا يتوسط جمهور غفير والابتسام، وحتى يماها ويقترب الآن من الأخ علي وهذا بدون أي بروتوكول. طبعا الجو أخوي ومير جماهير قلت غفيرة، والمقابلة ودية حبية، مقابلة ترفيهية رياضية لا أكثر، تجمع مثل ما قال الأخ عبد القادر الشنوني بين المنتخب الوطني 82 بألمع العناصر، طبعا العناصر التي وطني المنتخب الوطني في هذه الصورة، الصورة التذكارية. طبعا المنتخب الوطني بقيادة كل من عصاد لاعب الخطير الذي نتذكر ونحن نشاهده الآن تلك الحركات الرياضية العالية خاصة أمام ألمانيا الاتحادية. إذا نلاحظ الآن أيضا جمهور غفير يتوافد على الهامش. سابقة كل هذا كلمة ألقاها الأخ علي بالحاج رحب وفيها بالجمهور وخاصة القائمين على تنظيم هذه المقابلة عبرة لكل الجمهور الرياضي في بلادنا. والشيء الملاحظ أيضا الأخضر هو إلى جانب النظام الكبير وكذلك الروح الرياضية اللي نشاهدها في المدرجات. هناك شيء 70، حيث اليوم يقدر عدد المتفرجين بحوالي 35,000. الأشياء الجميلة لاحظناها يعني قبل المقابلة هي في الرياضات مثل المصارعة، شبان قدموا بعض الاستعراضات الجميلة كما أعزائنا المتفرجين إلى تعليق ووصف هذا اللقاء الذي ينظم كما قلت من طرف الجبهة الإسلامية للإنقاذ بهذا اليوم المبارك، ونحن نعيش كما قلت الأيام الأخيرة من هذا الشهر المبارك. كنا أعطينا تشكيلة الفريقين وكذلك حكام السيد قهوجي بمساعدة كل من تركي وزكريا. اللقاء ينطلق لصالح فريق الوطني لسنة 82 اللي عنده الكرة ببدلة خضراء وبيضاء، في حين قميص أخضر وشورت أبيض فريق الوطني 82. عصاد عنده الكرة ثم يحيى والطويلة الكرة مخلوفي في اتجاه تبقى الكرة أو عفوا الفريق الوطني 82 بقميص أبيض وشورت أخضر، في حين فريق الوسط بقميص أخضر وشورت أبيض. العزازي عند الكرة قد فمن العزازي ثم تعود الكرة لصالح فريق الوطني آية الحكم.